of Egypt and of course His Excellency رئيس الوزراء ومع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر. وبالطبع العمل المضني والجاد قد تم من الدكتورة هالة سعيد وفريقها من التنسيق والتعاون مع المناظر وزيرة التنمية المحلية وغيرها من الجهات. كل هذا ساهم وساهل في عملية المجلس الوطني للمرأة التي لديها دكتور ماي وغيرها. هناك مشاركات وريادة كبيرة، لديها مشروع جيد جدا ويحظى على كامل الدعم والتمويل. وكما قالت هناك مجموعة من البرامج الأخرى، ولكن كما نحن كحكومة نشارك في مشروع ونحن منظومة بالكامل وهي تعمل بشكل جيد. إذن هناك ست تخصصات أو ست مجالات نحن نشارك معكم اليوم، الفئات المختلفة التي يمكننا الاستثمار فيها. وبعد ذلك لدينا منظور محلي ما يطلق عليه حوكمة كوب 27 للاستثمار في المستقبل بتوطين الاستثمار. وكل حكومة وكل وكل محافظ لديه دعم لبناء القدرات ليحصل على ما تقال هي عملية خريطة الطريق الاستثمارية الديناميكية. ولدينا هنا أيضا سفير هشام بازا الذي هو لديه خبرة جيدة في التنظيم، والدكتور هالة السعيد والتي تساعد في عملية التنظيم، وأيضا عملية هنا في تنظيم الكوب 27 هنا في شرم الشيخ. كل هذا اعتبر مجهودا كبيرا إن عندما تكون هناك اتخاذ قرار مهم جدا والوصول إلى هذه الإجراءات التي يمكن تكرارها سنويا. ليس هنا بناء القدرات أن نكون في المركز، ولكن كافة الشكر يتوجه لفريق الدكتور هالة وزيرة التخطيط وكل لديهم من المبادرات والخبراء. لكن ماذا عن السنة القادمة؟ لدينا أمرين، أولها على المستوى الوطني وآخر على المستوى الدولي. المستوى الدولي عندما نتكلم عن الوطني أن تكون لديها التنافسية القوية، ليست فقط للربح ولكن كيف لهم أن يقدموا أنفسهم. نعم هناك أنظمة تفشل وهناك موجودة أنظمة التي، لكن على الفريق أن يتنافس وكيف لنا أن نساعد وأن نتدخل. الأمر الثاني عندما يأتي الأمر بالطبع أنه من الجيد أن يكون لدينا هنا الرئيس ميسرو دراس، لأن هناك العديد من المشروعات ليست فقط من عام 20 كوب 27، ولكن أيضا كثير من المشروعات موجودة أيضا، وهناك منها رجال البنوك كما قالت السيدة ما. هذه هي البداية. قد هناك بعض المشروعات بالفعل قد بعضهم كان عميلا لديه، ولكن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى الدعم وتحتاج إلى التشجيع والحث. نحن نحتاج إلى الدعم من المستوى الوطني. لابد أن نقول أن أيضا هناك فعل وهناك جهود جيدة من الجامعات، لذا نفكر في هذا الأمر. نعرف كيف نبدأ ومن كيف أن يتم التفويض. يأتي التفويض من فخامة الرئيس ثم رئيس الوزراء ثم بعد ذلك حشد المصادر، وكل هذا مع أثناء فترة المقاومة وأيضا في المبادرة. و EBRD هنا على يميني صديقتي وأختي هنا، أنا قلت هنا على اليمين، ولكن على شمالي لدي بالفعل زميلتي UNDP هنا. نريد أن كما قلت أريد أن نصل الدكتورة أمين محمد وغيرها أن هذه هي مشروعات جيدة. نريد أن نحن في مصر ونشارك ونعرف أن نراها أمثلة جيدة ومناسبة للإقليم وللمنطقة وللعالم. لدينا كافة الهيكلة الحكومية، ولا بد أن نرى وندعم هذا المشروع ليكون هو مثالا للمشروعات الأخرى كما قلت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها. ولكنها هي فرصة أخرى وليست فقط لشعار جيد، ولكن الجيد الذي تراه هنا هو متعلق بالإطار الوطني. ولدينا أيضا مشروع آخر
الذي لم نخطط له شعارا ولكن يتم تنفيذه من احدى زميلات الدكتور مال مورسي التي لديها الفكره. نحاول ان نضعه في طورة تصور مناسب وسوف نشاركه مع ذلك الامر. سوف نقدم لكم ليس فقط فكره ولكن خبره جيده وشعار جيد، ثم نبدا ان نحتاج الى منصه ومنظومه ليكون عالميا. ولدي هنا زميلة أخرى من الـ SDGs والصندوق الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية، أرى على وجهها ردة الفعل. إنها جزء من هنا، إنها متواجدة معنا هنا وتشارك بأفكار جيدة وتغني، وحتى تغني في الصباح وترقص في المساء. إنه هنا فكرة جيدة، وإن على أي حال نحن نحتاج إلى مساعدتك. إن هذا مشروع رائع وستكون هناك على أرض الواقع قريبا. كل الأطراف والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين نرحب بهم. شكرا لك معالي الدكتور. نريد أن نأخذ منك تغذية الرجعة. لدينا سؤالين. كما قلت مشروع كبير في مؤتمر المناخ. بالنسبة لكم أيها السادة والمنظومة الأمم المتحدة، وأيضا أنتم قدمتم واحدا، وأيضا أنتم تساعدون في تعزيز جهودنا. حسنا، شكرا، شكرا كريما معالي الوزير والدكتور محمد الدين وأعضاء الفريق من تما. ونحن كأمم متحدة سعداء أن نكون شركاء من هذه المبادرة، لأن هذه المبادرة تعني ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا. كما قلت من قبل، هناك بعض القيمة التي أشرتم إليها على مستوى وطني، ولكن من المهم بالنسبة لنا أنها هي أن تصل إلى الشعوب، ثم بعد ذلك القطاع الخاص من خلال قادة وفاعلين من القطاع الخاص، ثم تذهب إلى الشباب وأيضا المرأة الرائدة الأعمال. عملية التنفيذ الذي أشرتم إليها، كما تعلمون أن التغير المناخي سوف يستمر وسيكون هو أكثر تأثيرا على الواقع وعلى الوطن، أن هذا يساعد في تسريع العمل المناخي، وتكون رسالة قوية للدول لالتزام مصر بما نقدمه. إذن من نقطة مهمة بالمستقبل نريد أن نذكره هنا، أن هذا العمل يبدأ من الوطني، من الحكومات أيضا، ونريد أن نركز عليه على المستوى الوطني. وفي نهاية الأمر نريد أن نقدم لطموحاتنا المناخية وأيضا الأهداف الإنمائية، ولهذا نحن هنا نعمل في عملية التنفيذ المهم جدا. نحن كأمم متحدة وغيرها من المجموعات التي شاركت هنا، ونحن سعداء أن نكون معكم، وهذه إحدى الوكالات خاصة بالمبادرة التي تساعد في عملية التنسيق المحلي والوطني، وهو موجود هنا. لذا فيما يتعلق بالأنظمة الأمم المتحدة، لدينا UN Habitat و UNDP وأيضا WFP برنامج الأغذية العالمي، كل هذه الوكالات التي تساهم بالفعل. ولكن أكثر أهمية بالنسبة لنا أن قدما أن نواصل الشراكة والرحلة للمشروعات الكثيرة، ليست فقط المشروعات الحالية، ولكن أيضا بناء القدرات والدعم الفني، وسنكون متاحين لتقديم كل هذا الدعم. كما أقول مرة أخرى، أن أذكر أن الشراكة تبرهن أيضا القيمة. نحن كولايات متحدة أن يمكننا نقدم كشركاء لشركاء في التنمية المستدامة. وأنت تعلم كريم، عندما نقول نحن نفهم ونتوقف بجواركم اليوم في مؤتمر المناخ 27، ولكن من المهم جدا سنكون بجواركم وبجانبكم كشركاء أيضا حتى بعد انتهاء مؤتمر المناخ. وشكرا. شكرا لك ابن أوفر. عزيمة صديقتي ريم السعدي، سأنتقل إليك. وسوف نبدأ، بدأنا بمناقشة بالأمس وإعلاني عن هذه المشروعات. إذن دكتورة، هل تبدأي؟
he will make it work. So you have نعم إنه هو سيفعل هذا المايك. شكرا كريم. شكرا دكتور هالة مع الدكتور محمود. وأنا سعيدة أن أكون فرصة تكون لدي الفرصة الحديث معكم. وأنا فخورة جدا أن APRD قد تم اختيارها شريكة في هذه المبادرة الخاصة جدا. وأن نكون موجودين معكم. وهذه أول مرة تحدث في مصر وأنا أتمنى أن أراها مقتبسة في دول أخرى. بإجابة إلى دوري هنا سوف نركز على المشاركات والمبادرات النسائية هنا. ولذا هناك أمرين نريد أن نركز عليها وهي مهمة جدا في هذه المبادرة. أول شيء المنظمات أو الشركات الصغيرة الحجم هي مبادرة للحلول. كما تعلمون أنها مهمة جدا لأن نشارك بنسبة كبيرة من المشروعات نسبة عالية. ولذا هناك ربما تحدث بعض عدم اليقين في المستقبل فيما يتعلق بمناخ الكرة الأرضية، ولكن ليست نحن دور واحد في التغير المناخي. لقد رأينا شركات صغيرة وشركات ناشئة التي بالفعل كانت قائد لها دور ريادي في التغير المناخي. نعم نرى كثيرة من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لها دور كبير وتستخدم التكنولوجيا فيما يتعلق بالزراعة، ومهمة جدا التي رأيناها في هذه المبادرة. الأمر الثاني التي نراه ملهما بالنسبة لنا إنها مبدأ من الأسفل من القاعدة إلى الرأس والقمة، ولكن هذا ساعدنا أن نكون مساعدين ومحفزين. ولكن نحن خارج المنظور العام، ولكن إذن هذه الأمور مهمة بالنسبة لنا. أن هناك كثير من الفرص وليست في ألكسندريا وغيرها، ولكن هناك في دول في مناطق أخرى، ولكن لدينا حلول أخرى لا بد أن نستخدمها على الأرض ونسلط الضوء عليها واستخدامها. ولهذا أنا سعيد بأن أكون جزءا من هذا وفخورة بهذا. وأخيرا أريد أن أقول أن APRD تقدم مجموعة من الخدمات وحزمة كاملة من المشروعات والخدمات التي تساهم في الجميع. هذه المشروعات المشاركين أن تكون أكثر استدامة، ونتمنى أن نقول أن نحن استدعمنا وسندنا 6 من المشروعات التي تعتبر مهمة جدا التي ربما تأتي إلى سنوات، وكل هذه خدمات مجانية ونقدم الدعم المناسب والوصول إلى التمويل وخاصة مع شركائنا من المجتمع المدني. أتمنى هذه المبادرة في هذه الأمر أن يمكن تصنيفها وأيضا ترويجها في المناطق الأخرى والدول. لابد أن نرى هذا الشيء يأتي عالميا ويصل إلى المنصة العالمية. شكرا لوقتك. وبالنيابة عن الجميع هنا أنا أريد أن أشكركم اتخاذ هذه الدعم وهذه الريادة في اعتبار أنها جزء مهم جدا في عملية الدعم. وسوف ننتقل الآن أليساندرو. ماذا يمكننا أن نحصل عليه من المنظومة الأمم المتحدة؟ لدي ننظر إلى عمليات الدعم والتمكين وتمكين المشروعات. أتمنى أن هناك منظومة جيدة. أرجاء هل لك أن تساعدنا في المحليين والشباب أو رواد الأعمال الاستفادة من المنظومة الأمم المتحدة؟ كان هناك بعض الدروس المستفادة من المشروعات السابقة، ولكن هناك فجوات نريد أن نتغلب عليها، وأيضا هناك دروس مستفادة أن نريد أن نتعلم منها. شكرا جزيلا. أريد أن أهني هنا وزارة التخطيط دكتور محي الدين وكل السادة المشاركون هنا في هذا المشروع والمشروعات الخضراء الزكية. نحن سعداء أن ندعم هذه المبادرة وعلى مستوى وطني. أحب المشروع هذا لأنها تأتي من العالم للمحليات. نريد أن نتحدث هنا كما قلت أن هذا المشروع لديها هدف ثابت.
مطلق عليه هذا الأمر فيما يتعلق بالتحديات الابتكار والمبادرات. إن هناك بعض الوقت من المهم جدا أن أعرف بعض الأدوات التي تعتبر مهمة جدا وتطلع إليها فيما يتعلق بتخدم الشباب وأيضا السيدات والنساء, أن نأتي بالعمل البيئي أيضا الأعمال العالمية إلى محليات. نعم, هناك الكثير يمكننا تقديمه في هذه الأمور, ولكن أريد أن أهني كل الفريق الموجود هنا الذين لم يتمكن بعضهم إلى الوصول إلى المؤتمر المناخ, ولكن أقول أن هناك الكثير من الجهود التي يتم بالفعل التي تم التوصل إليها بعد الأمر لاحقا. أنا أريد أن نشارك في هذا المشروع, ولكن أقول أن هناك تقييم للمشروعات والدعم بالطبع للأشخاص المشاركون في هذا الأمر في هذه الفعالية. وبالطبع هذه مبادرة في سياق مصري, وكيف تعني أن لنا لكافة المحافظات داخل الجمهورية التي تشارك في هذه المبادرة. إنما هذا الأمر ربما لا يتكاد يتوقف فقط على مصر, لكن نحن برامج الأمم المتحدة للمائية, هناك أيضا مشروعات دعم أخرى. إن الفكرة الأساسية أن نصل إلى القصة الإبداعية وأن نعمل مع الأطراف المحليين وأيضا للحل على التغلب على التحديات المحلية. ولدينا هنا مثالا في مصر, ونحن ساعدناهم في تعزيز المهارات, ونحييهم أيضا في كافة ما قدموه من المبادرات, وشكرا.